السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تعريفات المواطن الرقمي ان هو يقدر يعمل التطبيقات الخاصة بيه من غير حتى برمجة، فهي دي اللي بيسموها النوكود. فانا لقيت موقع جميل جدا بيدينا ارشادات ازاي ان احنا ندخل في قصة البرمجة بنوكود، وبيعرض لي اهم المواقع اللي هي مثلا بتعمل ويب بيلدر او بتعمل لك برامج او تعمل لك كاستم سبورت تولز. طيب على سبيل المثال مثلا خلينا نشوف الويب اب، ايه اهم المواقع ديت. هنلاقي عندنا ادلو، وده شرحناه في بيم اريبيا، وشرحنا الويب فلو برضو. تمام، دي فكرتهم بسيطة جدا، ان انت بتلاقي الادوات على الجنب كده وتبدأ تسحب وتحط مثلا ايه عايز صورة، فبتسحب وتقول له انا عايز صورة، وبعد كده تختار الصورة اللي انت عايزها، برضو بتحط تيكست وهكذا. على سبيل المثال اهو، مجرد بس ان انت بتسحب وتحط، دي الادوات اللي موجودة. عايز لستة تحطها تسحب، خلاص الموقع كده اتعمل. فزي ما انت شايف الموضوع سهل جدا وبسيط. خليني طيب اشوف ال productivity tools، وفي بعض المواقع او بعض الادوات متكررة. تمام، بيس كامب بيرسونال ده اللي انا جربته قبل كده، بتلاقي ادوات سهله جدا، مجرد بس ان انت بيبقى عندك التفكير المنطقي او عندك تخيل، فتبدا ان انت تعمل مثلا تو دو ليست، السكادول، الحاجات اللي انت عايز تعملها، ترتيب للملفات بتاعتك، المسج، وتقول له مثلا لما تيجي حاجه من فلان تبعتها لفلان، وهكذا تبدا ان انت تسهل على نفسك الامر. اوتوميشن تولز، ده مثلا من ضمن الادوات القويه بستخدمه، وبستخدم برضو اي اف تي تي. ده عباره عن ايه؟ ان انا بقول له لما تحصل حاجه اعمل حاجه تانية، يعني لما اشير حاجه على التويتر خدها كوبي وحطها على الفيسبوك، او لما احط حاجه على انستجرام ارفعها اوتوماتيك على اللينكد ان، وهكذا. فبيعمل كونكت لتطبيقات كتيره جدا مع بعض. نفس فكره الانتجروميت الموقع دوت، هنبدأ نشوف برضو. فلو انت في حاجة بتعملها بصفة دورية، مثلا بترفع فيديو على اليوتيوب وبعد كده تبدأ ان انت تاخد اللينك تحطه على اكتر من مكان، هو ممكن يسهل لك الموضوع دوت. على سبيل المثال لما تيجي حاجة في الوورد بريس يروح رافع على الفيسبوك. تمام، الميل ليست، تمام، لما يجي ايميل معين مثلا تبدا تروح حاطه على الورد بريس، وهكذا. بتلاقي خدمات كتير جدا تقدر ان انت تفعلها وتشتغل بيها على طول.